اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه البروج، بالضبط من حي الحسنيه. حي الحسنيه لكي يعيش او صرخه سكان حي الحسنيه لكي يعيشوا واحد التهميش والعزله من خلال كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا من البنيه التحتيه وكذلك الواد الحار، واللي غادي نشوفوا معاهم الازقه ديالهم ومن يعني المنازل ديالهم والزناقي اللي عندهم قدام الديور. يعني اللي كاين واحد الخطر لا بالنسبه للوليدات الصغار ولا حتى يعني حتى يعني الشراجم ديالهم، وكذلك كاين بسبب هذا الحجر او هذا يعني اللي ممكن انه تدوز الطوموبيل تضرب الجاج تهرسو، يعني صدق الواحد خاسر رزقه على والو. فلهذا هما الان في واحد الصرخه قويه من مدينه البروج حي الحسنيه بالضبط مع الساكنه ديالو اللي عنده حسنيه جوج. اذا متابعينا غادي نخليكم مع السكان ديال هذا الحي اللي غادي يحكيوا لينا تفاصيل ديال القصه ديال او تفاصيل المعاناه ديالكم مع البنيه التحتيه لهذا الحي. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ساكنه الحسنيه جوج فنطالب جميع المسؤولين عن الشان المحلي وعلى راسهم السيد عامر صاحب الجلاله على اقليم سطات باش يعطيو واحد النظره واحد الاهتمام لهذا الحي اللي تنسى، يعني منذ 1992 باش ترخصت هذه الزيئه اللي هي الان تتعيش واحد الوضع كارثي من حيث البنيات التحتيه ومن حيث الازقه ديالها اللي صبحت يعني في واحد الشكل يرثى له. لذلك كنناشدوا وكنطالبوا بقوه وبالحاح المسؤولين كل من الموقع ديالو واللي مسؤولين على الشان المحلي وعلى راسهم يعني الطاقم ديال العماله والسيد العامل، تنطلبوا منه باش يعطي التعليمات ديالو باش يكون الاصلاح ديال هاد الحي اللي هو حي راقي، في حين انه ما تقدرش تدوز منه بالسياره ديالك، فبالاحرى هذا فصل الصيف انه تيعيش واحد الحاله يعني كارثيه من حيث الازقه المسن داك الحجر انه في وسط الازقه، وهذا عيب ان نسبوا هذا الحي البلديه كبلديه يعني القيمه ديال بلديه البروج. ف تنطالبوا المسؤولين الله يجازيكم بخير. مع المجلس البلدي. نعم. المدينه. نعم. وكان الرد ديالهم. الرد ديالهم واخا صافي راه كاينه الميزانيه، كاينه الميزانيه، في حين انما. وكنناشدوهم تقريبا هذه بواحد بويلحاح كنناشدوهم هذه تقريبا سنتين. نعم. وحنا كنناشدوا السيد الرئيس السابق، ناشدنا الرئيس الحالي اللي تيقول لك اودي كوفيد راه تحبسات الميزانيه كاينه. ولكن معاناتكم قبل كوفيد. نعم قبل كوفيد صحيح، انا قبل كوفيد راه مده من 2019 ملي خرجت واحد الميزانيه ضخمه. نعم. لبلديه البروج تصلحوا بعض الاحياء مزيان، تصلحوا مرافق مزيان، ولكن مع الاسف ان تسنات هذه الحسنيه جوج بالاضافه الى بعض الاحياء الاخرى اللي تاهي تسنات. وحنا كنطالبوا كساكنه كنطالبوا جميع المسؤولين كل من الموقع ديالو اللي مسؤولين على الشان المحلي والسيد رئيس مجلس البلدي باش باش يشوفوا هذا الملف ديال هذه الحسنيه، علاش ما تصلحاتش البنيه التحتيه، علاش ما تصلحاتش الطرقات، واحد الحاله يعني هانتوما كما كتشوفوا ان ملي كتصب الشتاء راه الماء كيدوز من فوق الباب ومسان حديث ولا حرج في الموسم ديال الامطار، انه كاين يعني واحد الكارثه تعيشوها الوليدات ديال المدرسه وكيعيشوا جو الساكنه كيخافوا من الحجر كتسمع طوموبيل زي شكرا كيدخل الباب ويدخل يهرب شكرا كيهرب الدراري ولادي انا مابقاش قدو يريحوا قدام الباب، علاش؟ يقول لك بابا الطوموبيل جايه راه غتقدر تضربني تهرسني ولا شي حاجه، وزيدون مني كتجي الحمله الواد الحار مسدود راه اجي نفتحوه دابا ونقلبوا فيه الحجر، كون كاين هذا الماء غادي يهبط يدخل للواد الحار كيدوز من فوق الديور من فوق البيبان، شوف الحجر 3 كيلو 4 كيلو في الحجر هذه شنو هي زنقه هذه راه دوار احسن منها، قال لي المزوق من برا اش اخبارك من الداخل؟ شوفي ماشي الزواق ديال برا والداخل اش نقولوا؟ ها؟ ما يمكنش هذا الشيء، هذا الحي هذا راه معروف به المهاجرين،
معروف راه حقاش كيجيو المهاجرين كيجيو هاد الحال كاين اللي كيهرب يزيد كيبدل المدينه. حقاش البروج راه معروف راه قديم بين المهاجرين راه تولي في الالمان يعرفوا البروج. معروف لا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهاد الناس هادو راه كاين اللي كيخلص عرام ديال الضرائب ويجي يسكنوا الحجر قدامه راه لا يعقل. يقول لك انا راه لا يعقل يجي يسكن والحجر قدامه. شحال مره ودفعوا شحال من طلب وما كاين حتى شي حاجه جاوبوهم عليها والو ما كاين حتى شي رد والو. تسنى 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 وراه غادي ياك ما نعرف انت غادي نتسنى وراه حنا كنتسناو. وكاين بعض الناس اللي نعرفهم ما كانتش منبرمجه كاع هاد البنيه التحتيه لهاد الحي والله اعلم ما نعرف ما تنسولوش ما عطاوكم شي رد عليها ما كاين حتى شي حاجه الناس اللي كيسولوا ولا ما عمرهم عطاونا شي حاجه. كاينه ولكن تيدوز المقاول ولا ما عرفتش مازال ما كنفهموا حتى حاجه هي رغم انه وسط مدينه البرو. داك الشغل داك الشغل ديال المسؤولين حنا ما كنعرفوش ليه حنا ما كنعرفوش. السلام عليكم. بغينا الحسنيه بغينا الناس اللي مقاومين بها يصوبوا لنا شي حل. دراري صغار ما كيخرجوش مشكله ما كتصبش الشتاء في حيضانات ما كاينش اللي كيهضر نهائيا. بغينا هاد المسؤولين المكلفين بالبلاد يديروا لنا شي طريقه يديروا لنا شي حل. راه ما بقاش شي حاجه ما بقى ما يعجب كل لو كيضرب لها راسه في هذا الوقت. بغينا يديروا لنا شي حل يخاصمونا البلاد والو بلاد كلشي مشى كاع ولاد البرور كاع تحولوا. دابا مشكل تا هو بالحار ما كاين حتى حاجه وما كاين حتى حاجه ما كاينه هاتي بيني وبينك هاتي بيني وبينك راه ما كاين والو ما كاينش شي حاجه ديال الواقع نهائيا والو. بنادم ما كيضيع في هاد البلاد هكاك حتى الشانطين ما كاين. فينا هما المسؤولين؟ فينا هما هاد الناس ديال الانتخابات وهاد الناس زيدوا 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 بقاو داوي يصوبوا لنا هاد البلاد الحسنيه قديمه هي الاولى. دابا من 2000 من 2002 كنعقل عليها بحال ما ما كاينش بديل نهائيا. هاد الديور يستاهلوا. واش بنادم كيخلص ضرايب خاويه ما يمكنش راه العيان خاسر 100 مليون هنا الله يصوبوا صافي هادشي ما كان. ولكن علاش هادشي الدوار ديالنا حنا كنمشي ليه ما فيش كاع تصاوب كيصاوبوا شي حاجه والحسنيه ما كيسولوش فيها نهائيا. علاش ما كيسولوش فيها ما عرفناش وعلاش كيخلص الضريبه كيخلص الضريبه كيخلص الضو في الماء ولي الشانطيط ما مصاوبينش نهائيا. عرفتي بيني وبينك هذه التزيئه هذه حسنيه هذه فيلاج هذا مدينه هذه ما فهمت والو. والله ما كاينش شي حاجه الناس طيفان باش تصاوب هذه البنيه التحتيه وتحسن الظروف ديال هذا الحي. بما اننا داخلين على استحقاقات جديده شنو انا كنت بغيت الحسنيه قال بلا بكاك تصوبت العماره تصوبت التعاونيه كلشي. هاد الحسنيه هاد الحسنيه والو ما كاينش اللي كيهضر عليها نهائيا منسيه. علاش مع مواليه كلهم كيمشيو للطاليان يعني. كلشي كيمشي لفرنسا اسبانيا كلشي. علاش ما كاينش اللي كيهضر نهائيا ما بغا يديروا معنا الحل. لا كيقول ما داخلاش البلديه اش ما داخلاش هي وسط الفيلاج داخله. علاش كيدوز الكاميون هنا اللي كيجي يشطب هنا كلشي كيجي اش كيشطب هنا شطاب. بنادم كيخلص ضريبه كيخلص ورقه ديال الماء كيخلص كلشي راه خاصو طراق المشكل ماشي شرج ماشي شطابه راه خاصو طراق فهمتي. راه لا يمكن وهاد الرساله راه كنوجهوها للمسؤولين ورئيس الحكومه وجلاله الملك. حقاش هادشي ما خاصوش يكون. هاد الحي راه معروف بالمهاجرين راه معروف راه فين ما مشيت تقول لي على بروج كيقول لك البروج الله يعمر لي الدار موليه مزيانين ولكن المسؤولين ما بغاش يخدموا معنا لا يمكن. حنا بدورنا نتمنوا ان نكون وصلنا صوتكم للمسؤولين ونتمنوا ان من خلال هذا البث المباشر ديال اليوم ان تحسن الظروف ديال هذا الحي على الاقل في البنيه التحتيه. ما بقيناش كنشوفوا العديد من المناطق حتى النائيه وماشي غير الحسنيه هذه الظروف. فكاينين احياء كثيره ماشي غير الحسنيه وماشي غير البروج باش نكون الحسنيه مضروره بزاف بيني وبينك كنقول القضيه البروج كله خاصو يتقاد البروج كله ماشي غير البروج. فكاين العديد من المناطق. حنا رساله غادي نوجهوها منكم نتوما لكاع المناطق المغربيه. كاينين البلايص اللي مضره بزاف اكثر من هنا وكاينين اللي عايشه نفس الظروف ديال هنا. حنا غنبغيو نوجهوا الصوت ونوصلوا الصوت ديالنا كشعب لهذوك الناس اللي كيتولاو المناصب باش يخدمونا. شكرا الله يحفظك. اذا شكرا. دابا المشكل عاد المشكل دابا المشكلات شوف شوف غادي نديرو هذا المشكل دابا هاد السيارة كتورك على هاد كتورك على هادي كطير بالنسبة بحال هاد الدري خايف عليه ولا لا ما خاصو يخرج. هذا هو المشكل راه ما كاينش اللي كيهضر نهائيا. اي والله يصوب هادشي اللي مكان. شكرا لكم. اذا متابعي شكرا لك. اذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي شكرا لكم. شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينة البروج بالضبط بحي الحسنية. حي الحسنية جوج اللي كيعاني من العزلة والتهميش بسبب الوضعية الكارثية للزناقي ديالو. فهنا غادي نشوفوا يعني الوضعية الكارثية للأزقة. ما كاينش منين دوز طوموبيل ما كاينش منين. يعني احنا جينا اليوم في الحال سخون يعني في فصل الصيف كنشوفوا أو كنلاحظوا معنا متابعي
متابعينا ان كاين كيبان لك الطريق منين تدوز، فعلى حسب التصريح ديال الساكنه في وقت الشتاء ما يمكنش لك تدوز وما تشوفش حتى الطريق منين غدوز. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم، شكرا للساكنه كذلك على النداء اللي وجهات للمسؤولين عن طريق هذا البث المباشر من قناه شوف تيفي. دمتم متابعينا في رعايه الله والى اللقاء. ما نقدر نفوتوا هذا اللي بغيتوا تشوفوه.